آخر خبر معانا النهارده عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكره إن شاء الله مع فريق فاركو في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز، واللي هتتلعب الساعة 5 بملعب برج العرب بالإسكندرية. كان فريق الأهلي استأنف تدريباته امبارح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، بعد ما انتهى من الراحة السلبية اللي حصلوا عليها لمدة 24 ساعة. كمان قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم توقيع غرامة مالية على اللاعب محمد مجدي أفشة بسبب اللي حصل في المباراة اللي فاتت وفقا للائحة. إن شاء الله الأهلي يفوز بمباراة بكرة ويقدم مباراة كويسة. وبكده يا أميرة تكون خلصت أخبارنا النهاردة.